Gleis 4B der TGV nach Montpellier. Planmäßige Abfahrt 8 Uhr. وجد عشرات المسافرين الذين وصلوا من المملكة المتحدة أنفسهم عالقين في المطارات الألمانية بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت على أراضيه. وفي الانتظار خصص المطار السر في أحد المباني التابعة له حيث سيمضي الركاب ليلتهم. سمحت السلطات في الأرجنتين لأقارب المصابين بكوفيد-19 والذين يعالجون في المستشفيات برؤية أحبائهم من خلال نوافذ المستشفى، وكانت الأرجنتين التي سجلت أكثر من 1,000,000 إصابة بفيروس كورونا و41 ألف حالة وفاة. يتم استخدام موقف للسيارات بمدينة مانشستر بشمال غرب إنجلترا كمركز للتلقيح ضد كوفيد-19، ويعمل الطاقم الطبي على تلقيح المرضى في سياراتهم، ويمكن أن تصل العملية إلى تطعيم 600 شخص يومياً. وأصدرت المملكة المتحدة قيوداً أكثر صرامة خلال موسم الأعياد، حيث صرح المسؤولون بأن سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى تنتشر بسرعة في جنوب شرق إنجلترا.